ننتقل إلى السيد رائد الخضر رئيس قسم الأبحاث في أكويتي جروب. أهلا بك رائد. يعني نتوقع أولا يعني هناك الكثير من الاقتصادات التي أعلنت عن فتح جزئي حول العالم، سمعنا اليوم من أوروبا تحديدا إسبانيا وفرنسا، ولكن رغم كل هذه الأخبار لأن أسعار النفط تتجاهل فتح الاقتصاد وتواصل التراجع، إلى أي مدى ستستمر هذه التراجعات رغم كل هذه التحفيزات نوعا ما للطلب؟ يعني إذا عدنا إلى الخلف قليلا فأنا يجب أن نشهد بأن أسعار النفط واجهت نوعا من الارتفاعات القوية بنتيجة التفاؤل المفرط، لأنه دائما نحن بنعرف أن الأسواق تسعر مسبقا وتبالغ في الرياكشن. ما حدث فعلا انه كان في عندنا ارتفاعات قويه وصلت بالدبليو تي اي لما فوق مستويات 26 دولار للبرميل، ومن ثم بدات عمليات جني الارباح اجمالا مع اولا يعني الافتتاح ليس للمستويات الذي او اعاده فتح الاقتصادات ليس للمستويات التي كان من المتوقع ان تصل اليها. اضف لذلك الخوف لا يزال موجود من الموجه الثانية مع تنامي الأخبار بأن الصين تواجه الموجة الثانية من فيروس كورونا وإمكانية انتشار ذلك أو ضغط ذلك على باقي الاقتصادات في العالم. وبنفس الوتيرة يوجد لدينا يعني انخفاض وتراجع في الطلب، ولا تزال وفرة المعروض موجودة على الرغم من التخفيضات التي حدثت، لأنه أنا في عندي تراجع بالطلب بحوالي 30%، ويعني ونتحدث عن بعض الاقتصادات مثل الاقتصاد الأمريكي على سبيل المثال الذي يعتمد ب 70% منه على الانفاق الاستهلاكي، توقف هذا الانفاق الاستهلاكي او تراجع بشكل كبير، وراينا كيف تدهورت الارقام واصبحت لدينا مستويات البطاله مرتفعه جدا. اذا هذا يضغط ايضا على الطلب، فافاق سلبيه لا تزال موجوده لانه ازمه الركود الاقتصادي قد تمتد لفتره اطول. صحيح. واكثر الناس تفاؤلا تتحدث عن النصف الثاني من العام القادم، لكن أتوقع أن تطول أكثر من ذلك. رائد، يعني بالحديث عن الاقتصاد الأمريكي يبدو أنه البيانات التي ظهرت الأسبوع الماضي تشير إلى نوع من التباطؤ، ولكن هناك حديث عن ربما خطة إنقاذ جديدة، الديمقراطيون في مجلس النواب يضغطون لأجل التصويت لصالح هذه الخطط. هل هناك ضرورة لخطط، يعني وقد وصلنا إلى قرابة 3 تريليونات دولار من خطط التحفيز حتى الآن في الولايات المتحدة؟ الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة الأمريكية يقارب أو يناهز كان قبل الأزمة 24 تريليون دولار أمريكي، وكانت تتربع على أكبر عرش أكبر الاقتصادات عالميا. 3 تريليونات نتحدث عنها مع توقف بشكل كبير جدا لأكثر من 80% من عجلة الاقتصاد في الولايات المتحدة الأمريكية. هي مطلوبة وضرورية ولكنها تحتاج إلى حكمة أكثر، لأنها أموال دافعي الضرائب في الولايات المتحدة الأمريكية، وسوف يكون هناك حديث وحديث مطول جدا عن كيفية استخدام هذه الأموال وكيف تم استثمارها لتحفيز الاقتصاد في الولايات المتحدة الأمريكية. حتى الآن نلاحظ هناك يعني وزير الخزانة كانت لهجته نوعا ما التأني والصبر وعدم التسرع في الانفاق هذه الأموال بشكل كبير جدا، لأنه أي انجكشنز نبعثها نحن حاليا كرواتب وأجور وتعويضات للشركات لتقوم بسداد الرواتب والأجور فقط دون أن يكون هناك تحفيز للاقتصاد بأوجه جديدة. ويعني تدارك فكرة أنه كورونا فيروس ما قبله ليس كما بعده، وبالتالي يحتاج ذلك إلى تغيير في الترندز والبزنسز إجمالا حتى يتم الخروج من هذه الأزمة. بالتالي الإنفاق يجب أن يكون نوعيا بشكل أكبر وأن يكون محفزا لفترة ما بعد الكورونا بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، وبالنسبة للركود التي لا نريدها أن تطول كما حدث في أطول ركود في العالم. نعم. الذي كان بسنة 29 الكساد الكبير بحوالي 3 سنوات و6 أشهر، لا نريد هذه المستويات. إذن يجب أن يكون التحفيز أكثر نوعية في الفترة القادمة
القادمة، وأن يكون هناك فعلا تأني في يعني إنفاق هذه الحزم. كثرة الحزم ستظهر الأزمة بشكل أسوأ، وستضغط أيضا على تصنيف الائتمان للولايات المتحدة الأمريكية أكبر اقتصاد في العالم. صحيح، خصوصا أيضا رائد أنه الأزمة الطويلة في عام 1929 كانت مرتبطة بعوامل اقتصادية، إنما هذه الأزمة يعني ترتبط بعوامل صحية إن صح التعبير. رائد، دعنا نتكلم قليلا عن أسعار الذهب، عادت إلى مستويات فوق 1705 دولارات صباح اليوم وتستمر في الارتفاعات، ولكن أيضا نشاهد بعض، كنا قد شهدنا بعض الضغوط على الدولار الأمريكي. إلى أي مدى سيستمر الذهب يعني سرقة البريق الأكبر في الأسواق؟ يعني حقيقة كان هناك صبر كثير على الذهب بأنه يجب أن يتجه إلى مستويات أعلى من ذلك بكثير، ولكن لا تزال هناك الفرصة والإيجابيات وفرص الاستثمارات التي نشهدها والمضاربات التي نشهدها في أسواق الأسهم والاستثمارات البديلة التي نوعا ما كبلت أيدي الذهب للارتفاع بشكل أكبر، ولكن لا يزال الذهب يحوم حول أعلى مستوياته تاريخيا في الفترة الماضية وليس تاريخيا. بالتالي من المتوقع بشكل كبير توليب ولينقض نحو مستويات أعلى في الفترة القادمة ويتجاوز مستويات 1800 دولار للأونصة، وذلك مدعوما بشكل أكبر مع وضوح مدى المدة الزمنية للأزمة. النطاق العرض الذي يتداول فيه أسعار الذهب حاليا يعني نراه ما بين 1690 وصولا إلى مستويات 1725 دولار للأونصة، نحتاج إلى إغلاق يومي واضح فوق مستويات 1725 دولار للأونصة، ومن ثم اختبار مستويات 1750 دولار للأونصة. عندها مع اختراق هذه المستويات أعتقد الطريق ممهد على الأقل نحو مستويات 1820 دولار للأونصة. نعم، على كل إن كان هناك بعض التوقعات بأنه قد تصل أونصة الذهب إلى حدود 3000 دولار، كنا سمعنا بعض هذه التوقعات. شكرا لك رائد الخضر، أنت رئيس قسم الأبحاث في مجموعة إكويتي، كنت معنا من دبي.